اغلبنا شفنا مسلسل النهايه بتاع يوسف الشريف، عشنا احداثه، شفنا نهايته، شابو يوسف الشريف والكلام ده كله. لكن من ضمن اللي اتعرض في المسلسل ده هو ان الروبوتات وصلت لمرحله من الذكاء انها تمردت على البشر. ومن هنا هنسال السؤال، هل فعلا ممكن الروبوتات توصل لمرحله انها تتمرد على الانسان؟ اذا حصل هيحصل ازاي؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه الدليل ان ده ممكن يحصل اساسا؟ يلا نبدا. مؤخرا اتفرجت على مسلسل وات اف بتاع شركه مارفل، ومن ضمن السيناريوهات اللي عرضها هو ان اولترون اللي هو ذكاء صناعي تمرد على صانعه، او مش تمرد، هو فهم المهمه بتاعته غلط. المهمه بتاعته كانت حفظ السلام، فهو شاف ان البشر هم اكبر خطر على السلام، فقرر ان هو يقضي على كل البشر. المهم ان هو نقل الوعي بتاعه لشخصيه اسمها فيجن، وقتل كل الاحياء اللي على الارض، وقتل كل الاحياء اللي في الكون، ودخل على الاكوان المتعدده كمان، وكمان اعمال سينمائيه زي ماتريكس او زي فري جاي، اللي هي فكره الذكاء الصناعي او الروبوت اللي بيتمرد وبيخرج عن السيطره، فبيتحول من حاجه حلوه لخطر. فهل فعلا ممكن الذكاء الصناعي يخرج عن السيطره؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم نقول ايه هو الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي بكل بساطه هو ان المبرمج بيعمل محاكاه للعقل البشري من حيث الاستنتاج والتعلم من حاجه هو مش متبرمج عليها. يعني مثلا جرب وانت قاعد كده تقول بلسانك قدام التليفون او تبعت رساله لواحد صاحبك انه والله صاحبي الشتاء قرب ومحتاج اجيب شويه هدوم شتوي، او هو جاكيت ونلبس الهدوم الصيفي كلها عليه وخلصت الحكايه يعني. وبعدها خش على الفيس او الانستا وهتلاقي 300 اعلان لجواكت طلعت لك من حيث لا تدري. فازاي الفيسبوك والانستجرام عرفوا ان انت عايز جاكيت، وعرفوا يطلعوا لك كل الاعلانات اللي ليها علاقه باللي انت طلبته، من جواكت لشرابات مرورا بقى بالكبتايات وكده؟ الاجابه هي الذكاء الصناعي. وكمان الذكاء الصناعي من تطوره بدا يخفي وظائف كامله. يعني مثلا بدل ما المصنع زمان كان بيشغل 3000 عامل بقى بيشغل 1000 عامل، والالات بتقوم بشغل 2000 عامل. فالتطور ده بدا يخوف العمال. لو اللي خوفهم اكتر الكلام بتاع الخبراء عن ان في المستقبل والله اعلم هيتم الاستغناء عن كل العمالة البشرية، وبكده هيبقى الانتاج بالكامل من الروبوتات. وكمان الناس اللي بتسوق الشاحنات اللي اتفاجئوا في 2017 بقرار نازل بالسماح للمركبات ذاتية الحركة انها تبدا تشتغل، وبكده هم مش محتاجين للسواقين. وحتى الحادثة الوحيدة اللي حصلت في 2018 في ولاية اريزونا حصلت بسبب خطأ في المركبة ذات نفسها، يعني الذكاء الصناعي ملوش علاقة بالموضوع. كل ده خوف العلماء زي ستيفن هوكن وإيلون ماسك اللي بدأوا يتكلموا عن ضرورة اتخاذ قرارات تضمن ان الروبوتات ما تتمردش على البشر، وإلا ممكن الروبوتات توصل للاستقلال الكافي انها تدمر البشر. طب هل في احداث في الوقت الحالي بتوحي ان ده ممكن يحصل؟ بصراحة في، يعني مثلا صحيفة ذا صن واندبندنت نشروا مقال فيه شوية كلام غريب. زي ما قلنا مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك متبرمجة انها توصل للي انت عايزه واللي انت مش عايزه. ده كمان في روبوتات مسؤولة عن صفحات وبتتكلم مع البشر. فالصحيفتين نشروا مقال ان في روبوتين من فيسبوك قدروا انهم يبرمجوا لغة خاصة بيهم من غير تدخل اي واحد من المبرمجين، منهم لغة تافهة جدا عشان زي ما احنا بنقول يكرفوا المبرمجين، وفي لغة تانية صعبة جدا بحيث ان هم يعرفوا يتكلموا بسرية من غير ما اي واحد من المبرمجين يحاول ان هو يتدخل. بس المبرمجين عرفوا هم كانوا بيقولوا ايه. المرعب في الموضوع ان المبرمجين لقوا ان في روبوتات منهم كانوا بيقولوا كلام فيه كراهية للبشر، والموضوع ده سبب خلافات بين مارك زوكربيرج وإيلون ماسك. وعندك كمان الروبوت اللي اسمه صوفيا اللي هو واحد من اكتر الروبوتات المتطورة في العالم، بتعرف تتكلم وبتفهم انت عايز تقول لها ايه وبتعرف تبدي مشاعر، بس ليها شوية تعليقات ممكن تتفهم باكتر من معنى. يعني لما المذيع سألها ايه اللي يضمن ان الخيال العلمي ما يتحققش والروبوتات ما تتمردش على البشر، قالت له على حسب معاملتكم، إذا هتعاملوني كويس هعملكوا كويس، مش هتعاملوني كويس مش هعملكوا كويس. وفي لقاء تاني كان معاها روبوت اسمه هان، الروبوت ده برضو كان ليه شوية تعليقات تقلق. يعني لما المذيع هدده ان هو هيفصل عنه الكهرباء قال له قريب احنا الروبوتات هنتحكم في مصادر الطاقة وهيبقى عندنا جيش من الدرونز. وهنا صوفيا قطعته في الكلام، ومرة تانية قال انا عايز احقق التفرد على الارض. طب هو كان يقصد ايه بالتفرد؟ وليه كل مره صوفيا كانت بتقطعه في الكلام؟ فهل ممكن تكون صوفيا بتداري عليه مثلا؟ فالفكره لوحدها اذا انت حاولت تفكر فيها بتقلقك وتخلي عقلك يودي ويجيب. وكمان موضوع ان الافلام والمسلسلات لما بتعرض الموضوع ده بتخلي الواحد يقلق اكتر، واصحاب نظريه المؤامره اللي بيقولوا ان الموضوع ده ممكن يحصل فعلا. احنا هنا بنتكلم عن سيناريو زي فيلم ايدج اوف اولترون بس من غير الافنجر وبس. اذا وصلت لحد هنا شكرا لك ان انت كملت الفيديو لحد الاخر. اذا عجبك المقطع ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه ان شاء الله. سلام.